يا سلام عليكم ورحمة الله. بقالي 7 أيام ما نزلتش فيديو على اليوتيوب، قاعدين نتفرج على موتوسيكلات. بس النهارده جبت حتة اكسسوار، فخليني النهارده اقول لكم الاكسسوار ده ايه، رهيب يعني بصراحة. وناخد لفة شوية على الموتوسيكلات اللي شفتها خلال الأسبوع ده وتقول لي رأيك. وخلينا افيدك الاول، اقول لك انك ممكن تطلب زيت ريبسول من الموقع الرسمي بتاعهم، يعني تطمن ان الزيت بتاعك اصلي وتاخده بالسعر الرسمي من غير ما حد يزود عليك، وكمان يوصلك مجانا من اول 3 عبوات وطالع. العلبه دي تحسها علبه موبايل، تمام؟ بس ده حاجه انا عندي منها فوبيا كتير جدا، اللي هي الهولدر بتاع موبايل الموتوسيكلات. ليه بقى؟ لان انا قبل كده كنت ماشي على سرعه والموتوسيكل بتاعي وقع الهولدر وقع الموبايل، والموبايل اتكسر 100 حتة. فبقيت عايز اجيب دايما افضل كواليتي. مش هخبي عليكم برضو، الناس اللي حتى تعرف الحاجات العاليه في الحاجات دي، في حاجه اسمها كواد لوك. كواد لوك ده يا جماعه ما بيعرفوش شحن، فانا جبت لكم ده افخم حامل موبايل موجود هتشوفوه في حياتكم. حلو حلو، وسعره حلو على فكره، يعني هو سعره طبعا يعني حلو يعتبر. خلينا نعمل اب بوكسنج للعلبه الرهيبه دي. علبه مش هخبي عليكم، علبه تقيله جدا تقيله جدا، علبة بتاعت موبايل، كتالوجات وعدة، وده الهولدر. خلينا نحاول ايه ده يا جماعة. الهولدر طبعا، الهولدر في حاجتين مهمين قوي. اولا كهولدر الخامة بتاعته قوية جدا والومنيوم. فكرته ان انت بتوسع اليدات دي عن طريق المسامير، حلو، تبقى على قد موبايلك. الا ده اول ما بتيجي تحب تدخل موبايلك، مجرد بس بتسحب الهوك ده لفوق كده وتدخل موبايلك وينزل عليه الهوك. فاهمين انتوا الفكره طبعا. الحلو بقى في الهولدر ده او الجديد ان في وايرلس شارجنج، مجرد ما بتحط موبايلك هنا الموبايل بيشحن، ودي حاجه جامده جدا. لا سلك بقى يفضل طاير ولا وجع قلب، وفي نفس الوقت قوي جدا ومخامه قويه جدا مش هيتكسر. ملاحظين كل قطعه عاملينها قويه ازاي وربطينها بمسامير، فكرته فوق الرهيبه يا جماعه. طبعا في نقطه بقى كمان جامده جدا في الشاحن ده، شايفين الحته دي؟ دي علشان تخلي الموتوسيكل فيه شحن سريع 15 واط. يعني ده واحد من الشواحن السريعه، مش اللي تحط عليه موبايلك في الشاحن وتستنى سنتين عشان الاجهزه الجديده تشحن بسرعه. كمان بقى مهمه، او الموضوع مش بس كده، انت لو عايز تشحن جهاز اضافي، هو في على الجنب هنا في زي ما انتم شايفين ايه، يو اس بي اهي. يعني ان كيس انك مثلا موبايلك بيتشحن هنا وانت عايز تشحن مثلا كاميرا او تشحن موبايل تاني، فتقدر تشحن جهازين في نفس الوقت. فبصراحه يعني كامل متكامل بجميع الافكار اللي هتحلم بيها. بس مش بس كده، ده هنا في موال، العلبه دي مش على الفاضي. بصوا يا جماعه، مبدئيا كده حاطين لك حاجات كتير قوي عشان تثبت بيها، تمام؟ فاول حاجه مثلا دي مع دول القاعده بتاعه الجدول، على اي مثلا جدون بيتزنق في النص هنا وخلاص. حلو، مثلا لو عندك مرايه عندك اهو، الجزء ده بيتحط عند المرايه وتقفل عليها، وفي النهايه بيركب بقى الجزء ده هنا، بيركب هنا، وبعد كده يتثبت بقى الجزء الثاني بتاع الجدون. يعني انت لو عندك بقى مرايه تمام، جدون تمام، وفي بقى اختراع تاني، لو عندك فايبر عايز تثبت عليه الجهاز ده على طول، معاك مثلا موتوسيكل جولد وينج ولا اين كان، تقدر تفك المسمارين الحته دي وتخلي الهولدر ده يثبت على طول بمسمارين في الفايبر من ورا. فاختراع رهيب يا جماعه. طيب الهولدر ده سعره كام؟ قبل ما اوريك السعر، حط لايك كده دلوقتي، والله ما هتخسر حاجه، بس هتشوف دايما منتجات كويسه وافكار حلوه عن الموتوسيكلات. لو عملت حتى سبسكرايب فعلت زر الجرس، تعالى اقول لك سعر الهولدر ده كام. الموتوسيكل لو وقع الموبايل بتاعك، الهولدر لو وقع الموبايل بتاعك، غالبا هتخسر رقم اقل شاشه النهارده لموبايل متوسط بحوالي 3 4000 جنيه، والشواحن التعبانه النهارده ب 300 جنيه، 350 ده سعره حوالي 1000 1100 جنيه. هتلاقوه فين بقى؟ هتلاقوه عند السعد، وده موجود في اسكندريه والقاهره، وممكن يشحن لكم لاي مكان في مصر. مش دعايه ليه على قد ما بصراحه منتج جامد جدا، فاللي عايز يشتري منه يشتري، وانا غير مسؤول عن تجربه شرائك منه لان ده مش دعايه، ولكن هو بصراحه منتج حلو قوي، حلو جدا يعني. طبعا الدنيا متكركبه ان احنا بنظبط استوديو، علامه ريبسول هتنور بعد كده، تمام وسهل. عايز اقول لكم بقى ان الايام اللي فاتت كنت بتفرج على موتوسيكلات، في موتوسيكلين حلوين جدا يعني، حاطط فيهم ان شاء الله ان واحد فيهم. طبعا اللي ما تابعش الفيديوهات اللي فاتت، انا دلوقتي بحاول اشتري موتوسيكل وباخد رايكم، وكنت اتكلمت من 3 موتوسيكلات، البي ام دبليو جي اس ال 1200، والكاوازاكي كونكور 1400 كونكورس،
والهوندا جولد وينج ال 1800 سي سي. وفي المتابع على الفيسبوك انا طلعت الجي اس بره خياراتي لكذا سبب، ادخلوا على الفيسبوك او اللينك تحت ممكن تقدروا تشوفوها. فبقى عندنا دلوقتي كونكورس وجولد وينج، كنت اتفرج على الموتوسيكلين هوريه لكم كده بشكل سريع تقولوا لي ايه رايكم، اشتري ده ولا ده. اول واحد الهوندا جولد وينج، الهوندا جولد وينج ده بصراحه شفت ثلاثه، واحد اسود وواحد بيج وواحد لونه ذهبي. حلو، اللي عجبني فيهم اللي لونه اسود، واللي لونه اسود ده بصراحه 2002 اي بي اس، بصراحه موتوسيكل جميل جدا ونظيف جدا، انا قاعد ادور على انظف موتوسيكل وميزانيته حلوه جدا. والكوازاكي كونكورس موديل 2014 ده موجود عند معرض الريان، ف معرفش ايه رايكم اشتري يعني 2014 لونه اسود برضه، فالاثنين لونهم اسود. انت بتحب اللون الاسود ولا لا؟ بس انا بحس بصراحه على الموتوسيكلات فخمه، وفي نفس الوقت مثلا على الجولد وينج بحس ان هو الاسود بيهدي شويه ال 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 الشو بتاع الجولد وينج. الجولد وينج يمشي في الشارع بيبقى ملاحظ جدا، وبيبقى كل الناس بتسالك، وده ممكن يضايقك في الفلوجات ويضايقك في المشي والركوب، فلازم لون كده يهدي الدنيا شويه. فبصراحه حسيت اللون ده حلو يعني. قولوا لي رايكم، لان بصراحه ان شاء الله الايام اللي جايه ممكن اختار واحد فيهم واتوكل على الله فيه. ده كان فلوج سريع كده عشان ما اطولش عليكم واغيب عليكم. قولوا لي رايكم صحيح في الهولدر موبايل، لو ظريف حطوا لنا لايك، ونقول لكم حاجات كده ظريفه يعني ممكن تفيدكم كده ان شاء الله. سلام.